خلينا بداية كده نتكلم. القضية السكانية من أهم الملفات المطروحة في الحوار الوطني، وعليها كلام كتير جدا. أعتقد أن آن الأوان أن احنا نتكلم في تفاصيلها ونقول ليه يعني الأغلب مهتم، وليه الدولة تمام. مهتمة، وليه احنا في الميديا مهتمين، وليه الناس بتسأل الملف ده مهم مطروح ليه؟ وبشدة ومهم جدا ليه. تمام. بداية احنا لازم نقول للسادة المشاهدين ايه قضية سكانية. قضية سكانية يعني عندنا عدد سكان ومعدلات مواليد أعلى من معدلات النمو الاقتصادي اللي هي متمثلة في الموارد الخاصة بالدولة كلها. فلما بيزيد معدل المواليد عن معدل النمو السكاني بتحصل هنا الفجوة والأثر الاقتصادي، اللي هو الشيء الوحيد اللي بيمس المواطن وأي مواطن في أي دولة. أهم شيء عنده إنه يشعر بإن في رفاهية اقتصادية بالنسبة له، صحيح. مورد، صحة، تعليم، دخل كويس متوفر ليه، كل وسائل الأساسية اللي بيحتاجها أي مواطن. طيب لما يبقى في خلل ما بين الزيادة السكانية والنمو السكاني، هنا بيحدث الخلل في التوازن. من هذا المنطلق لما نيجي نتكلم عندنا في الحوار الوطني ثلاث محاور أساسية: محور سياسي، وهتلاقي إن المحور السياسي ما بيهمش المجتمع بأكمله، بيهم النخبة السياسية اللي مهتمية بهذا الموضوع. صحيح. سواء كانت أحزاب، قوى سياسية، السادة النواب المهتمين بالأمور السياسية. في حال المحور السياسي، لو حضرتك قلت إن هو فعلا السواد الأعظم من الشعب يشوف اللي هو غير مهم بالنسبة له، بالظبط، لكن هو بيلقي بظلاله على كل المحاور. بيلقي بظلاله على كل المحاور. أنا يعني بتدرج معاك في المحاور عشان نقول إيه المحور وإيه القضية المحددة اللي بتمس المواطن بشكل مباشر. لما نتكلم عن المحور الاقتصادي، ده المحور اللي بيلقى الاهتمام من المواطن في ظل الوضع الحالي اللي بيمر به العالم بأسره، كل المشاكل مشاكل اقتصادية. طيب المحور المجتمعي ده المحور الخاص بالأسرة. بتتكلم في نطاق الأسرة داخل جدران المنزل. طيب المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي الاثنين فيهم ترابط، وخصوصا فيما يخص القضية السكانية. القضية السكانية مرتبطة ارتباط وثيق سواء بباقي القضايا اللي موجودة داخل المحور المجتمعي نفسه أو بالشق الاقتصادي. لو جميع القضايا اللي بتناقش في المحور الاقتصادي تم إيجاد حلول ليها في ظل وجود معدلات زيادة سكانية ماشية غير منضبطة على نفس الوتيرة، لن نشعر كمواطنين إحنا أو الأجيال القادمة بأي تحسن في الوضع الاقتصادي. صحيح. يبقى أصبحت الحلول اللي بتوضع في المحور الاقتصادي مش هتجني ثمارها إلا إذا كان في عندنا ضبط لمعدلات الزيادة السكانية. طيب نرجع نتكلم على الزيادة السكانية، إيه أسبابها؟ هنتكلم ان الزياده السكانيه في كل دوله وفي كل مجتمع ليها اسباب مختلفه عن من دوله لدوله. في دول عندها عجز في السكان بتنادي بزياده السكان، في دول عندها مشكله في الزياده السكانيه بتحاول تحل هذه المشكله. كل دول العالم في المؤتمر السكاني الاخير اللي اتعمل هنا في جامعه الدول العربيه من حوالي 10 ايام تحديدا، اطلقوا مبادره ان حل المشكله السكانيه لازم أن يكون باللامركزيه. ما ينفعش يتم وضع ضوابط ثابته ومحدده العالم كله يمشي عليها عشان نحل المشكله السكانيه. صحيح. تختلف من دوله لدوله حسب الظروف الخاصه بكل دوله. بالظبط كده، تختلف من محافظه للمحافظه. ممكن الضوابط اللي تضعها في محافظه القاهره او اسكندريه ما تتناسبش مع محافظه بني سويف، مع المنيا، مع اصفهان، لان كل محافظه ليها طبيعه جغرافيه معينه، ليها عاداتها وتقاليدها المختلفة عن المحافظة الأخرى. صحيح. أسباب المشكلة السكانية عندنا في مصر أغلبها موروثات اجتماعية. موضوع حساس محدش بيحب يتكلم فيه. الأولاد عزوة، كثرة الإنجاب خير، برضو عايزين أولاد، جبنا بنت اتنين عايزين ولد، كلها دي حاجات ملفات شائكه ما حدش بيحب يتكلم. يعني ده مؤشر من مؤشرات اللي بنقول عليها انه في فقر هنا في الوعي، او فقر في التوجيه، او فقر في التعامل مع الظروف. بنبتدي نستثمر بدل ما نبتدي نستثمر في ولد او اتنين ويتعلموا كويس، ولد او اتنين وصحتهم تبقى كويسه، لا احنا نجيبهم كتير ونستخدمهم هم كمصدر للدخل. بالظبط كده.
ده موروث اجتماعي يعني بنرثه من القدم. عندنا كمان جزء كبير منه خاص بالأمية برضو، كلما انتشرت الأمية كلما قل الوعي، كلما برضو الإنسان ما يعيش يعني إيه زيادة سكانية، يعني إيه يبقى عندي 5 أولاد مش عارف أعلمهم بشكل كويس، مش عارف أوفر لهم الخدمات الأساسية ليهم، ده جزء برضو من أسباب الزيادة السكانية. عايز أقول حاجة كمان، إن اختزال القضية السكانية نفسها في معدل الزيادة السكانية ده بيبقى ظلم من القضية السكانية. ده احنا لازم ننظر ليها على ان معدلات الزياده هي الاساس صحيح، ولكن التوزيع السكان داخل الدوله توزيع غير عادل. احنا اكثر من 90% من سكان مصر البالغ النهارده حوالي 104.5 105 مليون بيتوزعوا على وادي النيل والدلتا، ويمكن ده 8% ده تحديدا اللي كان في نظره صائبه من الدوله طبعا تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفكره انشاء المدن الجديده والظهير الصحراوي للمحافظات. بالظبط كده، ودي حضرتك برضو لما نيجي نرجع احنا بدايه نظره الدوله لمشكله الزياده السكانيه من ايام الرئيس عبد الناصر. بس من فتره الرئيس عبد الناصر وحتى تاريخه لحد 2014 ما كانش فيه استراتيجيه واضحه لمناقشه المشكله السكانيه. صحيح. كان بيتم مناقشتها بانشاء برضه مجلس قومي خاص بالسكان، بس كانت فتره السياسه فيها غير مستقره، في اوضاع وفي مشاكل وفي كانت في حروب 67 73 فما كانش ذات اولويه في الوقت الحالي في الوقت ده. ولكن لما نتكلم من 2014 لاول مره في تاريخ الدساتير المصريه يرد بند كامل في الدستور عن دور الدوله في توفير كافه الامور والرعايه الكامله للاسر المصريه، وعن وجود الدوله وليها دور اساسي في ضبط معدل السياده السكانيه بما يتناسب مع الموارد المتاحه للدوله، عن دور الدوله في الاستثمار في الموارد البشريه بصفه عامه، ده دور هام للدوله، ولاول مره يرد ان الدوله لازم يبقى ليها دور في السكان فيما يخص الدساتير. اطلقت سنه 2015 الاستراتيجيه الوطنيه للسكان. صحيح. المجلس القومي للسكان انشئت لأول مرة وزارة للسكان، فتلاقي ان الفترة الأخيرة اصبح ان هذا الملف من الملفات التي لها الأولوية على بالنسبة للقيادة السياسية في الدولة. طيب ترجم كل ذلك فان لما دعا رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني شامل لوضع أولويات العمل في المرحلة القادمة كانت القضية السكانية جزء أساسي في المحور المجتمعي من ضمن 19 قضية هما الأهم والأولى في الفترة القادمة. اتحدد ليها 4 قضايا فرعية متمثلة: تشخيص الحالة السكانية لمصر من ناحية التعليم، من ناحية الصحة، التوزيع داخل الأراضي المصرية، أماكن الكثافة، إيه المطلوب فيها. جزء تاني خاص بزيادة الوعي وتنمية الأسرة المصرية نفسها. الحالة الصحية الخاصة بالسكان. التوزيع الجغرافي الخاص بالسكان بإنشاء مدن جديدة ويتم توزيع السكان فيها. فكان القضية السكانية لها الجزء الأكبر من المقترحات اللي وردت كمان سواء من الأحزاب أو من القوى السياسية في خلال الفترة اللي فاتت. أكيد أكيد. طيب لو احنا هنتكلم على اهم المقترحات والتوصيات اللي وصلت لحضراتكم في لجنه السكان. تمام. شوف يا فندم، احنا وصل للحوار المجتمعي وصل له عدد كبير جدا والاف من المقترحات. كان نصيب المحور المجتمعي 34% منها. ما يخص القضيه السكانيه 11%. وصل مقترحات من جميع الاحزاب المشاركه في الحوار الوطني والقوى الوطنيه. وصلت مقترحات من خبراء ومتخصصين من جامعات مراكز. اهم بقى المقترحات دي، اهم المقترحات. شوف يعني هقول لحضرتك على حاجه، احنا المقترحات اللي جت لنا الاحزاب الى هذه القضيه مثلا، الشيء الوحيد اللي ليس فيه خلاف بين جميع القوى الوطنيه المشاركه داخل الحوار الوطني ان احنا عندنا قضيه سكانيه وعندنا مشكله سكانيه. كويس قوي. قد يكون القضيه الوحيده اللي الكل متفق عليها. هي اليه الحلول ورد لنا اكثر من حوالي 15000 حل. احنا في خلال الفتره اللي جايه 15000 حل مش كلها حلول صائبه، مش كلها حلول صائبه. احنا فيما يخص انا ما اقدرش اقول لحضرتك ايه الحلول وصلتني في الوقت الحالي. ليه؟ ده صحيح. لان هذه المقترحات هيقدموها انا دوري كمقرر مساعد دور محايد.
اسمع ادون عزيز. هذه المقترحات نعرض على مجلس الامناء للقيام بدوره بالعرض على رئيس الجمهوريه. فالمقترحات هيقدموها وهتكون مذاعه بشكل مباشر زي باقي اللجان. صحيح. كل قوى او كل متخصص بيعرض وجهه نظره. ممكن انا انقل وجهه نظر خبير او متخصص انقلها بشكل خاطئ. بشكل غير مفهوم غير اللي هو يقصده. ولكن لما نيجي نتكلم الحلول هتيجي منين؟ احنا عندنا دول حلت المشكله السكانيه وعندنا بعض الدول العربيه حلت القضيه السكانيه او المشاكل السكانيه عندها. كلها بتتلخص في اربع محاور رئيسيه، يعني هتجمع كل المقترحات اللي جت هتلخص في اربع خمس حاجات. يا اما بنصوص تشريعيه صارمه، الوعي، التكاتف المجتمعي، التعليم، توفير الخدمات الصحيه. انا عشان انادي بضبط الاسره او تنظيم الاسره لازم أن اكون موفر ليهم جميع الخدمات الصحيه اللي تساعدهم ان هم يحققوا الاهداف اللي عايزاها الدوله. صحيح. طب هل الدوله بدات في الحاجات اللي زي دي؟ بدات فيها. لما نتكلم ونرجع لحياه كريمه من 2021 وبدات تقام في جميع القرى اللي موجوده في مصر حوالي 4000 قريه مراكز صحيه كامله ومتكامله. عشان لما نيجي نطبق سياسه خاصه بضبط معدلات الزياده السكانيه لازم اكون موفر للمواطنين جميع الخدمات والوسائل المطلوبه منهم عشان يحققوا اهداف الدوله اللي عايزها. طيب خليني اخد من سؤال عبد الصمد وباستاذنك عبد الصمد هاخد منه كده واعيد صياغه جزء منه واطرحه تاني. فكره عبد الصمد اعتقد كانت قائمه مش على احنا يعني مش عايزين تسريب للي تم طرحه، ولكن القوى زي ما حضرتك بتقول اتفقت على القضيه الرئيسيه سكري. ولكن دايما كل واحد بيبقى له وجهه نظر مختلفه في المعالجه، ولكن اعتقد برضو ان مش هيبقى في مجال قوي للاختلاف على ان الناس عايزه نصيب الفرد يزيد في الاقتصاد بالزبط. عايزه جوده التعليم، عايزه صحه افضل، عايزه خدمات تحس بيها اسرع، عايزه رخاء اقتصادي. فدي حاجات اعتقد مهما كان في افكار قد تكون مختلفه ولكن لن يختلف الافراد على الحاجات دي. متخيلين انه بزياده حصه الفرد في الدخل الاسري او بزياده المخصص للفرد في الدخل الاسري ده هينعكس على الناس، لما الناس توصل لها الفكره دي مش هتعمل التعديل منها لنفسها على طول؟ بتختلف من شخص لشخص. صحيح. احنا قاعدين متفقين مع بعض، احنا كثلاث افراد قاعدين مع بعض، كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر. ولما نيجي نتكلم عن حاجه موروث اجتماعي بقى جزء اصيل من حياه الانسان. يعني اي شخص فينا حياته والموروثات اللي ورثها الاجتماعيه جزء اساسي من شخصيته. ولذلك يعني لما نيجي نتكلم عن الدول اللي حوالينا والدول الاوروبيه والدول العربيه حلت المشكله السكانيه ازاي؟ دوله زي ايران واندونيسيا حلوها عن طريق رجال الدين. سلطنه عمان كان جزء اساسي من تدريب الخطباء اللي بيخطبوا داخل المساجد جزء اساسي من الخطبه عن زياده السكان واخطرها واهميه ضبط العمليه السكانيه. في عندنا جزء كبير بيدخل فيها برضه في موضوع تنظيم الاسره رأي دين. لازم نرجع لاراء الدين برضه فيما يخص موضوع القضيه السكانيه والزياده السكانيه وتنظيم او ضبط عمليه عمليه الاسره. صحيح. كل هذه امور لازم متشابكه، يعني هي من القضايا الحساسه. ولما بنيجي بنتكلم يعني احنا عارفين ان في مشكله وتلاقي كتير جدا واحد بيتكلم وبيناقش المشكله وتساليه طب انت اسرتك ايه؟ معايا خمس اولاد.